منذ ما يزيد عن أسبوعين أو 3 أسابيع كان العدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق، وأدى إلى استشهاد إخوة أعزاء من بينهم شهيد لبناني من حزب الله والشهيد علي كامل محسن. طبعا كان معروف عند الإسرائيلي، لأنه هاي من معلن أنه حزب الله في نهاية المطاف لن يسكت عن هذا الاعتداء وسيرد، ولذلك هو لحاله وراح، يعني ما احتاج الامر، لا انا اخطب ولا نطلع بيانات ولا نحكي، لحاله وراح على الاجراءات على امتداد الحدود من الناقوره الى الجولان، على كل الحدود اللبنانيه السوريه مع فلسطين المحتله ومع الجولان المحتل. وقف على اجر ونص وعمل كل الاجراءات اللي لازم ياخذها حتى لا يتم النيل من اي من جنوده أو يمكن حزب الله من القيام برد فعل معين. طبعا نحن من اليوم الأول كان قرارنا هو أن نرد. بطبيعة الحال قرارنا برد، الرد الذي نريده هدفه تثبيت قواعد الاشتباك، ولذلك يجب أن يكون ردا مدروسا ومحسوبا وجديا. ليس الهدف لا الاستعراض الإعلامي ولا الغوغائية ولا أنه والله مين طلع على الشجرة ومين عم بيحط له سلم أنه ينزل. فهمنينا غلط، نحن لا نبحث عن الإعلام وعن المفاخرات وعن الاستعراض. هناك معادلة حقيقية، هناك قواعد اشتباك قائمة وموجودة، نحن نريد الحفاظ عليها ونريد تثبيتها، والذي يثبتها هو العمل الجاد والمدروس والمحسوب الذي يثبتها. ولذلك ما جرى منذ اليوم الأول لاستشهاد شهيدنا العزيز علي كامل محسن إلى اليوم هو جزء من العقاب. تصوروا، وهذا طبعا في نقاش كبير داخل الكيان الصهيوني، أن هذا الجيش الإقليمي القوي واقف من 3 أسابيع على طول الحدود، وإجراءات وانتباه وحذر واستنفار، وعطل تدريباته وعطل مناوراته وعطل كثير من الحركة في المنطقة الحدودية بانتظار رد المقاومة في لبنان. هذا جزء من العقاب، يعني أنت تقتلنا هذا يعني أنك على امتداد الحدود، يجب أن تتوقع في كل لحظة العقاب وأن تدفع الثمن على جريمتك. والليلة أنا أود أن أقول هذا القرار ما زال قائماً، لم يتغير أي شيء على الإطلاق، والمسألة هي مسألة وقت، وعليهم أن يبقوا في الانتظار.